مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تداولته الصحف العربية ومواقع الأخبار المحلية من أنباء وتحليلات. في سجون صنعاء يبدو البرد أشد قساوة، وتحاول أمهات المختطفين لدى ميليشيا الحوثي مساعدة أبنائهن، لكن وحسب موقع الموقع بوست فإن أمهات المختطفين تدين منع الميليشيا إدخال ملابس شتوية للمختطفين في سجونها. يقول الموقع: أدانت رابطة أمهات المختطفين منع ميليشيات الحوثي والمخلوع أمهات وأهالي المختطفين من إدخال ملابس الشتاء لذويهم في عدد من السجون في أمانة العاصمة صنعاء. وقالت الرابطة في بيان لها إن منع الحوثيين من إدخال ملابس الشتاء التي تقي المختطفين شدة البرد القارس ما هي إلا حلقة في سلسلة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها الميليشيا ضد المختطفين في سجونها، ودلالة واضحة لما وصل إليه انعدام الإنسانية وعدم الاكتراث بصحة وحياة المختطفين. يتابع الموقع: حملت أمهات المختطفين ميليشيا الحوثي وصالح المسلحة صحة أبنائها المختطفين وما قد يتعرضون له جراء البرد الشديد، ودعت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية تجاه ملف المختطفين الذي طال أمده. قال موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية أن هناك بوادر انفراجة في أزمة الرواتب بعد بيع الحكومة 10 ملايين دولار لشركة صرافة محلية. وقال الموقع إن أزمة رواتب موظفي الدولة في اليمن والمتوقفة منذ 3 أشهر بدأت تتجه نحو انفراجة، وذلك بعد بيع الحكومة 10 ملايين دولار لشركة صرافة محلية من أجل توفير السيولة النقدية حتى تتمكن من دفع الرواتب. وقالت مصادر حكومية ليمن مونيتور إنه تم تأمين رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات المحررة، وأن مصير رواتب موظفي الدولة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين مرتبط بوصول نقود جديدة طبعت في روسيا من المتوقع أن تصل منتصف ديسمبر الماضي. وذكرت المصادر أن بيع مبالغ بالدولار سيستهدف تغطية رواتب موظفي محافظات عدن وأبين ولحج والضالع، والذي تصل رواتب موظفي الدولة فيها إلى 5 مليارات ريال شهرياً، فيما تتولى فروع البنك المركزي بمحافظات مأرب وحضرموت صرف مرتبات الموظفين فيها. الجنوب في معادلة التسوية. تحت هذا العنوان كتب السياسي ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور، وقال في جزء منه: لا تحتاج المسألة إلى كل هذا الضجيج الذي يصدره الكثيرون حتى نعرف ما الذي يحتاجه الجنوب في الوقت الراهن ليحافظ على حريته، وما الذي يتوجب عليه أن يقوم به لاستكمال تحرير اليمن كلها من الانقلاب. ما يحتاجه وما يجب أن يقوم به عمليتان متلازمتان شئنا أم أبينا، ومن يقول بغير ذلك فعليه فقط أن يتابع حركة سير الأحداث في الزمن الآتي. إنما يحتاجه الجنوب اليوم هو تلاحم القواه السياسية والاجتماعية لدعم مشروع تقوده السلطة الشرعية يتمثل في حماية الجنوب أمنياً وتوفير الخدمات الضرورية للناس والبدء بإعادة الإعمار وتحويل الجنوب وبقية المناطق المحررة إلى نموذج يستلهم منه اليمنيون الذين يناضلون للخلاص من براثن الانقلاب رافعة لهذا النضال وتلك التضحيات الضخمة. أما بقاؤها على هذه الحال المؤلمة التي بلغت فيها معاناة الناس ذروتها فلا يقدم أي دليل على أن هذه الحرية قد أنصفت هذه التضحيات بأي حال من الأحوال، وهو ما ينعكس سلبا على مسار المقاومة بشكل كامل. يتداخل هذا الجزء من المعادلة مع ما يجب أن يقوم به الجنوب تجاه مقاومة الانقلاب بالاستناد إلى حقيقة هامة نؤكد عليها مرة بعد أخرى، وهي أن الجنوب لا يستطيع أن يعزل نفسه عن عملية مقاومة الانقلاب على صعيد اليمن كله، لأنه لن يحمي حريته إلا بدحر الانقلاب، وبذلك سيتمكن من أن يكون حاضرا بقوة في معادلة التسوية التاريخية التي ستتم بعد نجاح المقاومة.
رغم حالات الاعتداء المتكررة ومحاولات القتل التي تعرض لها أكاديمي جامعة صنعاء، إلا أنهم ووفقا لموقع الاشتراك نت مستمرون في برنامجهم التصعيدي للمطالبة بحقوقهم. وقال الموقع: نقابة التدريس بجامعة صنعاء تؤكد مواصلة برنامجها الاحتجاجي للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة. وقال الموقع إن رئيس الهيئة الإدارية للنقابة محمد الظاهري استنكر محاولة تسييس وإلصاق التهم الحزبية بالمطالب الحقوقية لأعضاء هيئة التدريس والسعي لمحاولة تجريم المطالب النقابية الحقوقية، وكما أدان ما وصفه بالاستقطاب والتحشيد وتجييش الطلبة والموظفين والتوظيف السياسي لهم، مبديا قلقه من خطورة احتكار الوطنية وإصدار صكوك الوطنية. أعلن نادي قضاة اليمن تعليق أعمال المؤسسات القضائية في محافظتي صنعاء والحديدة لمدة أسبوعين، والتعليق الشامل لأعمال قضاة محافظتي صنعاء والحديدة حال تخلف مجلس القضاء الأعلى عن كفالة الضمانات القانونية للقضاء مع تعليق جزئي لبقية محافظة الجمهورية. وقال بيان نشره موقع الصهاريج نيوز أنه سيتم اللجوء إلى التعليق الشامل لأعمال القضاء في المحافظات ذات التعليق الجزئي في كافة محافظات الجمهورية من تاريخ 4 ديسمبر القادم. وبرر النادي إجراءاته بتزايد الاعتداءات على منتسبيه بأكثر من محافظة من قبل جهات لم يسمها، لكن الموقع قال إن الإشارة في البيان مقصود بها الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة والمحافظات التي ذكرها النادي وتعرض أعضاؤه فيها للاعتداء، ومنها ذبار والحديدة. نصف حق نصف حياة، تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة مقالها المنشور في يمن مونيتور، وقالت في جزء من المقال: مأساة انتظار المرتبات لشهور والتي تمر على الأسر كثقل الجبال ليست سوى مقدمة لمأساة تقسيط المرتبات، والتي ستمثل حقنة منعشة للمديونية المتراكمة على الموظفين وفاتحة أبواب الجحيم عليهم، فما هي إلا دفعة منشطة لمطالبات المستحقين من مؤجر وصاحب بقالة وغيرهم، لن تكفي إلا لمزيد من الحقن واحتقان الناس ضد سياسة تجويع وإفقار هذا الشعب. النصف راتب تخدير موضعي لعملية بتر المطالبة بالحقوق، فاستكانة الناس هي من تعلم اللصوص أصول السرقة المنظمة. وكأنما خبر الأئمة طبيعة شعبنا اليمني الصبور منذ قرون، وليس عقودا فحملوه فوق طاقته في سبيل شعارات زائفة وبخداع عجيب، حتى تعود اليمنيون أن يربطوا على بطونهم الحجارة، والحجارة ثروة أيضا، وتعودوا تكميم أفواههم باسم أن الفرج قريب. فمنذ متى كانت حياة اليمنيين ومعيشتهم مكتملة؟ ومنذ متى كان لهم وجود حياة في عهد الأئمة وحليفهم حتى يستنكروا فكرة صرف نصف راتب بعد انقطاع شهور؟ هكذا يموت الأمل بين الرجاء والانتظار والخوف من وصول الراتب المنتظر، وعلى أبواب مكاتب البريد سيراق العرق وماء الوجوه، فكم من التابعين والملاحقين بانتظار المخفي المنتظر، والذي سيخرج للناس مقسوما لنصفين، نصف للجياع ونصف لجيوب اللصوص، بعد أن ضاع في السرداب زمنا ويأس المريدون من ظهوره. قال مصدر ميداني في المقاومة لموقع المصدر أونلاين إن 8 من مسلحي الحوثي وقوات صالح سقطوا قتلى وجرحى بكمين نصبه عناصر منتمية للمقاومة في محافظة إب. وذكر المصدر إن المقاومة الشعبية التي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث نصبت الكمين في نقيل سمارة شمال المحافظة، وأضاف بأن المقاومين أطلقوا النيران الحية بشكل مباشر على عربة الحوثيين. كما عنون الموقع: تجدد المعارك في صرواح غرب مارب عقب هجوم للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. ومن العناوين الرئيسية للموقع: توقف حركة المرور في طريق هيجة العبد جنوب تعز إثر قصف مدفعي للحوثيين وقوات صالح. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا.
وصفت صحيفة العربي الجديد الحال الذي وصلت إليه ميليشيا الحوثي وحلفائها وعنونت: سلطة الحوثيين تتصدع، حرب واحتجاجات موظفين وخلافات مع الحلفاء. وتقول الصحيفة إنه مع مرور أكثر من عامين على اجتياحها العاصمة اليمنية صنعاء، باتت سلطة الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثيين أمام تحديات كبيرة تحاصرها، ولا سيما في ظل استمرار عجزها عن دفع رواتب الموظفين. وبدا أن كل موظف الدولة أمام أزمة حقيقية ناجمة عن سيطرة الحوثيين الذين بدوا عاجزين عن تقديم أي حلول في الوقت الذي يتمسكون فيه بالسيطرة على المؤسسات ويتهمون حليفهم حزب المؤتمر الذي يترأسه المخلوع صالح بعرقلة تشكيل حكومة تمثل الطرفين. وأكد مسؤولون محليون في صنعاء للعربي الجديد أن موظفي مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين باتوا يعيشون أزمة لا تستثني بعض من كانوا مناصرين أو راضين عن سيطرة الجماعة. صحيفة الحياة اللندنية تابعت التطورات السياسية وعنونت في إحدى صفحاتها: الحكومة اليمنية تقبل سلام الشجعان. وفي التفاصيل، دعا رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر الحوثيين إلى قبول سلام الشجعان وبدء ترتيب سياسة مرحلية انتقالية بقيادة الرئيس هادي وبإشراف دولي. وقال بن دغر إن اليمنيين أمام فرصة حقيقية للوصول إلى سلام لا يخسرون فيه وحدتهم في شكلها ومضمونها الاتحادي الجديد، وجدد أن السلام ممكن ومتاح عبر حوار مباشر وصادق بإشراف الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصلحة اليمن تتطلب التضحية والتنازلات عند مستوى المرجعيات الوطنية فقط، وحيث يمكن الوصول إلى نقطة الالتقاء لا يكون فيها غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم. البنك الإسلامي يتجه لتأجيل تسديد ديون اليمن المستحقة لمؤسساته، حيث علمت صحيفة الشرق الأوسط أن البنك الإسلامي للتنمية يتجه لتأجيل دفع الديون المستحقة على الجمهورية اليمنية لبعض مؤسساته تقديرا لظروف الحرب التي تمر بها اليمن واستيلاء الانقلابيين على جميع مؤسسات الدولة ونهب البنك المركزي اليمني والاحتياطات التي كانت موجودة فيه. وأوضح مصدر يمني رفيع أن الجانب اليمني وقع مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مشتركة لدعم قطاع البناء المؤسسي في اليمن، لافتا إلى أن الحرب والصراع الدائر أدى لانهيار كثير من المؤسسات وتدميرها. وتابع المصدر: عندما يحل السلام ستجد اليمن نفسها عاجزة عن تحقيق استدامة الاستقرار لعدم وجود مؤسسات حاضنة وفعالة تؤهل وتدعم برنامج السلام فيها. لذلك جاءت هذه الاتفاقية لتقديم برنامج في حدود 7 ملايين دولار لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في اليمن. عن الدولة البربرية، تحت هذا العنوان كتب المفكر العربي السوري برهان جيلون مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد، وقال في أجزاء من المقال: المشهد لم يتغير، الشعب ذاته المغلوب على أمره في تعدده وانقساماته وتشظيه وحيرته وخوفه، والقتلة ذاتهم بخطابهم العنصري والدموي وحماقتهم وتحايلهم على القانون واستعداداتهم للذهاب حتى الخراب الشامل من أجل تأكيد حقهم الحصري في السلطة واستخدامهم الدولة مطية لمصالحهم ومآربهم الخاصة، ورفضهم أي حوار أو تفاوض أو مشاركة أو تقاسم للسلطة مع أي طرف كان، وجاهزيتهم للتعامل مع أي قوة أجنبية تخدم بقاءهم، والمراهنة على قدرتهم على خداع الدول والمتاجرة بقضية التطرف واختلاقها إذا لزم الأمر، ومن ضمن ذلك التلاعب بالحركات الإسلامية واستثمار خوف الدول الكبرى من الإرهاب واستخدامه وسيلة لإعادة الاعتبار لحكم الاستثناء والإقصاء. ما يحصل اليوم هو تماماً ما حصل بالأمس من قتل وإبادة ودمار وتهجير وتشريد، كلما هنالك أن ما جرى منذ 4 عقود على نطاق مدينة حماة يجري اليوم على نطاق سوريا بأكملها.
وبعنف منفلت أكبر. فتتحول المجزرة في حماتة في الثمانينيات إلى حرب إبادة جماعية في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. لذلك في أكثر من جانب يفضح كتاب الدولة البربرية الذي حرر نصوصه ميشيل سورا في الثمانينيات سياسة الأسد الذي امتهن القتل والكذب طريقة للحكم، ويشكل وثيقة اتهام فعلية ضد نظام كان ولا يزال المنتج الرئيسي للعنف الخارج عن القانون والموزع له في سوريا والعالم. ونقرأ من صحيفة الاتحاد الإماراتية حيث عنونت: الحوثيون يصعدون حملة تجنيد أطفال المدارس قسراً. وقالت الصحيفة: لجأت ميليشيات الحوثي إلى المدارس من أجل دفع الطلاب للانضمام إلى صفوفها والتوجه إلى جبهات القتال في عدد من المحافظات اليمنية، لا سيما الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وقالت مصادر تربوية في ذمار إن مسلحين من الجماعة الانقلابية قاموا باقتحام عدد من المدارس الثانوية وإلقاء خطب على الطلاب للمشاركة في القتال، لافتا إلى تقديم إغراءات مالية للطلاب من أجل ترك المدارس وحمل السلاح والتوجه صوب الجبهات. وتضيف الاتحاد: بثت تسجيلات لعملية طرد أحد مسلحي الجماعة الانقلابية من مدرسة بمديرية الحدا عقب رفض الطلاب ترديد شعارات الحوثي الزائفة، ما دفع المسلح إلى تحطيم ميكروفون المدرسة والمغادرة. وطالب المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في ذمار بسرعة إنقاذ التعليم ومواجهة الفكر الطائفي الذي تحاول ميليشيات الحوثي فرضه في مدارس المحافظة. نطالع في صحيفة الخليج الأكثر الأخبار تداولاً، حيث تابعت الصحيفة الجولات الأخيرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى خارج بلاده. أوباما يقوم بجولة وداعية لتهدئة القلق الأوروبي من ترامب، حيث يغادر باراك أوباما واشنطن للقيام بآخر رحلة أوروبية ستقوده إلى اليونان وألمانيا، حيث سيحاول كعامل توازن غير مسبوق طمأنة الحلفاء الذين صدمهم انتخاب دونالد ترامب. وأوجزت هيذر كونلي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن هدف الرحلة هو طمأنة الجميع إلى أن الولايات المتحدة قد اجتازت حملة انتخابية صعبة، لكن الأمور ستكون على ما يرام. تتابع الصحيفة: خلال حملته الانتخابية شكك ترامب بجدوى التحالفات القديمة وأهميتها. نحن والرجل الغامض، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في صحيفة الحياة. وقال شربل في جزء من مقاله: ماذا يفعل العرب في عهد الرئيس الغامض؟ لا خيار غير الاقتراب من رئيس مجلس الإدارة وخصوصا من فريقه، والاقتراب يعني إعداد الملفات وتباين المصالح المشتركة. ميل ترامب إلى الرقص مع بوتين بدلا من مواجهته ليس بالضرورة خيارا نهائيا. اعتراض ترامب على الاتفاق النووي مع إيران قد يتحول أيضا إدراكا لدورها في زعزعة الاستقرار في الإقليم عبر تصدير الثورة والميليشيات. تأكيده ضرورة القضاء على داعش قد يقوده إلى إدراك مستلزمات الحل السياسي في سوريا وضرورة استعادة العلاقات القوية مع دول الاعتدال العربي. لا يستطيع العرب الاستمرار في التخبط في النكبة، أرضهم مستباحة في أكثر من مكان. خسائر الربيع العربي 620 بليون دولار وفق الأمم المتحدة. ملايين العرب في مخيمات النزوح وملايين الأطفال العرب خارج المدارس. يحتاج العرب إلى جهد استثنائي لإقناع أمريكا بلعب دور يوقف انزلاق الشرق الأوسط خصوصا في شقه العربي نحو هاوية أشد هولا. يحتاجون إلى دبلوماسية نشطة وعصرية وإلى إعلام مقنع في الداخل والخارج. لا تستطيع أمريكا ترك الشرق الأوسط يسافر من هاوية إلى أخرى، تمزقاته تنذر بإغراق العالم بالانتحاريين وأمواج اللاجئين. والمصالح الأمريكية ليست بمنأى عن الأخطار. استعادة التوازن الدولي في الشرق الأوسط قد تساعد في استعادة التوازن الإقليمي الذي لا غنى عنه لإطفاء الحرائق المستعرة.
وصلنا إلى جولتنا المصورة والتي وردت في صحيفة الشرق الأوسط، حيث تشهد عدد من المدن الأمريكية احتجاجات ومظاهرات ضد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. نترككم في أمان الله ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.